أبو الطفيل بن عمرو لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ولد أبو الطفيل كان النبي صلى الله عليه وسلم لتوه داخل المدينة. لما بلغ 6 أو 7 سنين تقريبا طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت فرآه أبو الطفيل فأصبح صحابيا مؤمنا، عمر أبو الطفيل وكان آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا، فكان يقول لم يبق على الأرض أحد يستطيع أن يقول رأيت رسول الله إلا أنا. لا مبدل لأقدار الله، لكن والله لو أن شيئا يشترى ما اشترينا هذا الشرف بماء العينين، لكن لا مبدل لأقدار الله. فأضحى رضي الله عنه يجلس مع الناس، كل من حوله لا في بيته ولا في السوق ولا في منتداه ولا في ضيوفه أحد يقول رأيت رسول الله، يقول لم يبق على وجه الأرض أحد يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا.